الجمع الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء كما قال سيدنا النبي ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والعلماء هم سرد الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل. فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل. نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، وإمام وخطيب سيدتنا السيدة زينب السابق، وإمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه. فآل البيت أمان لمصر، فهم الذين أتوا إلى مصر فتعطرت وتشرفت بقدومهم. فها هي السيدة زينب رضي الله عنها التي حينما سمعها أخوها الإمام الحسين تشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، قال لها: أنعم بك من طاهرة مبرأة في بيت النبوة والرسالة يا زينب. وهي التي أتت إلى مصر فتعطرت وتشرفت بقدومها، وحين أتت إلى مصر استقبلها أهل مصر بالترحاب، فقالت: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، جعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أدعو الله أن يحفظ مصر ببركة آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة. شكرا جزيلا معالي الدكتور الحبيب على هذه التقدمة الطيبة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يعلي قدركم، اللهم آمين. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى والدي وأولاد سيدنا رسول الله، وإلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وسيدنا الخضر وستنا السيدة مريم، وإلى آل وأهل بيت رسول الله وصحابة سيدنا رسول الله وساداتنا الأولياء والعارفين والأقطاب والأبدال والنجباء والأوتاد، وآبائنا وأمهاتنا جميعا أحياء ومنتقلين، لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله يفعل ما يشاء، بسم الله بركة وشفاء، بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أحمدك ربي بمحامد،
يحمدك بها نبيك سيدنا محمد لينال مقام الشفاعة. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله أنشى السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق في شفاعته الرقابا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على حبيبنا سيدنا تاج رؤوسنا ساكن مهجنا. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. يا سيدي أنت نبراس الوصول. مهما قلنا فيك يا حبيبنا لن نوفيك حقك ولا قدرك. قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فمدح أحمد يعلو هامة الكلم. نبيا اختاره الله أميا، ففاق في علمه من خط بالقلم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في هذا الجمع الطيب المبارك شقيا ولا محروما، ألا يجعل في هذا الجمع الطيب المبارك شقيا ولا محروما ولا مطرودا. آل مأمون بارك الله فيهم، آل شحاته أعلى الله قدرهم ورفع الله شأنهم. إياك تظن أن الاحتفال بسيدنا رسول الله يعني ليلة وتنتهي وانتهى الأمر، لا، وقرآن يتلى ومستمع يستمع، وكلام يقال ومستمع يسمع ما يقال، لا، الأمر أعلى من هذا. إن الحديث عن سيدنا رسول الله بركة، إن الحديث عن حبيبنا تفريج كرب، تفريج هم، تيسير عسير. ألم يقل مولانا في سورة الشرح بعد خطابه للنبي: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا ربنا ننوي بالحديث عن نبيك تفريجا، ننوي بالحديث عن نبيك تيسيرا، ننوي بالحديث عن نبيك رفعة، ننوي بالحديث عن نبيك عطاء سترا حفظا. افرحوا برسول الله، افرحوا بحبيبنا، لقد فرحت الكائنات بسيدنا رسول الله وهو على جبل أحد وقد اهتز به فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فرح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكراه عاد المولد، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا الشهر جاء محمد.
إيوان كسرى ما له متصدعة، نار المجوس وما لها لا تخمد، ولد ابن عبد الله محمد فهو اليتيم له على الدنيا يد. الخلق والحلم العظيم صفاته، وله الكرامة والهدى والسؤدد. بشرى لآمنة فإن وليدها في الناس محمود وفيهم أحمد. أحبة الأكارم، سيدي يا رسول الله، مهما قلنا فيكم حبيبنا لن نوفيك حقك ولا قدرك. من قلب سورة يونس يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قال الإمام الألوسي نقلا عن أبي الشيخ: إن فضل الله عطاؤه، وإن رحمة الله في أعلى مظاهرها وأبهى مراميها هو سيدنا رسول الله. قل بفضل الله، لم يقل، ولاحظ لاحظ أن مولانا قال قل بفضل الله ورحمته، ولا وبرحمته، وبرحمته. لو قال قل بفضل الله ورحمته إذن رحمة الله هي فضل الله، إنما قال وبرحمته لتكون رحمة الله شيئا آخر يختلف عن فضل مولانا. ففضل الله عطاؤه، ورحمة الله سيدنا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم ننتقل إلى سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك، على هذا، على ذلكم بميم الجمع المفخمة التي تليق بسيدنا رسول الله. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله، ربنا يشهد للنبي بالرسالة، ربنا يشهد للحبيب بالمكانة، ربنا يشهد للحبيب بالمنزلة التي لم ينلها سوى حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، تمشي إليكم توسلا خطواتي، وأعدها إذ إنها حسناتي، ووددت لو أن المسير إليكم من مولدي سيرا لحين مماتي، لأنادين في يوم الحساب مفاخرا أفنيت في حب النبي حياتي. أفنيت في حب النبي حياتي. من سورة يونس إلى ما قبلها من سورة آل عمران إلى سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقولون هذا خص بسيدنا النبي في حياته. تأتي إلى الآية فتراها رقم 64، ونبينا انتقل وهو ابن 63، وكأنها إشارة إلى استمرار الحكم بعد انتقال رسول الله. الله أكبر. ثم تأتي سورة الأحزاب
أنا أختار حديث الله عن النبي في القرآن، هو الحديث وهو الكلام وهو الجمال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إمامنا في جميع العبادات هو سيدنا رسول الله، إنما إمامنا في الصلاة على رسول الله هو الله، إمامنا في الصلاة على رسول الله هو الله. إن الله وملائكته صلوا على النبي، لا يصلون. ولاحظ لم يقل إن الله والملائكة، وإنما قال وملائكته يصلون على النبي. لا زالوا يصلون، لا زالت الصلاة مستمرة على حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لاحظ سورة الفتح التي أختم بها، عل أن ينزل الله علينا الفتح. ولاحظ هذه الإشارة، سورة الفتح بعد سورة محمد. يا من أحببت النبي ستجد الفتح، يا من صليت على النبي ستجد الفتح، يا من اتبعت النبي ستجد الفتح. وفي البداية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، لم يقل ليغفر الله لك. ده أسلوب عند أهل البلاغة يسمى أسلوب اختصاص وملكية، وأسلوب حصر وقصر، كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل ليغفر الله لك، وإنما قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنها إشارة إلى أنه لم يغفر لأحد من الأنبياء قبلك يا رسول الله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، إلا أنت يا حبيب الله، إلا أنت يا رسول الله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كان سيدنا الإمام الشعراوي عليه رضوان الله ورحماته كتب إلى عميد الكلية في السعودية، بقول له يعني ائذن لي أن أذهب لزيارة سيدنا محمد، فقال له يعني أنا موافق لكن أكتب لزيارة المدينة. يقول الحبيب المصطفى لا تشد الرحال، والحديث له فهم آخر غير الواضح لنا جميعا. فقال إذن سأكتب، سأذهب إلى من لولاه ما كانت مكة ولا كانت المدينة. قال لي رأيت رسول الله، قلت صفه لي يا من رأيت الحسن ليلة، إن عيني تشتهي ذاك الجمال، صف جميلا كاملا خلقا وخلقا، من جمال الروح قد حاز الكمال، صف وضيء الوجه ذري المحيا، صف مليك الحسن وانشده الوصال. أبصرت عيناك طلعة مصطفانا، قل بربك كيف أدركت المنال. كم أنادي يا أبا الزهراء أقبل، كم أنادي يا أبا الزهراء وصالا، صحت وشوقاه وجدا يا حبيبي، إن نبينا ليس له مثالا. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع إلا وقد جبرت خواطرنا،
نفرح بحبيبك يا الله. فاجبر خواطرنا يا مولانا، واعف عنا واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. من هنا بلغ سيدنا محمدا منا السلام، وشفعه فينا يوم الزحام، وارزقنا زيارته ورؤيته وجواره عليه الصلاة والسلام. بارك الله في من أقام هذا الحفل الطيب، بارك الله فيهم وزادهم الله تعالى بركة وسترا وحفظا وعطاء ومددا، ونحن معهم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.